هاي كي دايرين لاباس عليكم؟ المهم شوفوا انا مريضه اللي قلت لكم في هذا الفيديو غديروه بلا ما تبقاو تسولوني كيفاش وامتى شوفوا قاش وعلاش. كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا سايك سايك واموركم كلها على ما يرام. ومرحبا بكم في فيديو جديد غسات جديده. واخا مريضه ما نسياكمش باش نحيد الملل ونحيد انا ديك لا روتين ونخرج شي شويه من المرض، قلت غنصور معكم هاد لا غوسيت هادي باش نتوما الا كنتو مراض توجدوا دي غوسيت اللي ساهلين ودغيا دغيا وما بقاوش واقفين في الكوزينه وصحيين. سورتو راكم عارفين هذيك بلا ما نقول سميتها يضربوا لي الفيديو راكم عارفين بلي خاصه لي فيتامين وخاص داكشي. المهم غادي نوجدوا واحد لا غوسيت ساهله ودغيا دغيا كطيب. انتوما معايا درت لكم الفلتر باش ما نخلعكمش باش ما تخافوش، وجاي صفر مع المرضى راكم عارفين. ومع ذلك كمان فكاش وما نسياكمش ما بخلاش عليكم وجاي نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت هادي. داكشي علاش غادي نقول لك ما فيها باس، لا هبطتي دعيتي معايا وقلتي الله يشافيك وانا نقول لك امين يا ربي ميرسي بوكو، وتخلي معك واحد لايك لهاد الفيديو هذا غادي نقول لك على بركه الله. حاجه غادي نبدا بها غادي نصايب لا مارينات ديال الدجاج باش ابخي ندخلو للفران. المهم هانتوما كتاخذوا واحد ماشي بزاف شي معلقه كبيره فحال هكا ديال هادي مطيشة كونسونطري، وغادي نزيد عليها شويه ديال لاصوص صوجا ندير هادي فوالا، شويه ديال توما بودغ، شويه ديال التحميره، شويه ديال البصله بودغ حتى هيايا تكون مزوينه، وشويه ديال الهريسه والملحه ما تقويوش بزاف على حساب لاصوص صوجا كتكون مالحه. صافي غادي نخلطهم مزيان. هانتوما الملحه غندير غير قد هكا، انا غادي ندير في خيطات نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتيو. نخلطها ومن بعد نزيد فيها شويه ديال الزيت، نزيد عليها الزيت عاديه ماشي الزيت البلديه. صافي وغنحاول نخلطها مزيان حتى تولي لي هاد لاصوص جاريه ما تبقاش مطيشه مكركبه. نزيد فيها شويه ديال الصوص صوجا. صافي كتجي بنينه. نزيد شويه ديال الزيت مازال خاصها تجرى واحد شويه، وكيدخلي تشوى في الفران ما كتبقيش واقفه عليه انت غير كتشرب ليه وصافي. غادي نزيد فيها شويه ديال الهريسه اي شويه كتبقى اختياريه نتوما، الا بغيتو ديروها ديروها الا ما بغيتوش ما ديروهاش. ناري على صوتي شوفوا انا مريضه ما تضحكوش عليا. صافي ابخي كتاخذوا الدجاج، انا الدجاج انا غناخذ في الخيضات محيده لهم هذاك ديالهم الجلده، الا كنتو كتبغيو تخليو الجلده خليوها. غادي نحاول مارينيهم مزيان وغادي نخليهم كيرتاحوا واحد شويه ماشي بزاف غير شويه، بغيتو تشرحوهم شرحوهم. هادي باش زوينه سي كو ماشي ضروري انكم تخليو الدجاج مرقد بزاف ديك الساعه دغيا دغيا وكتدخلوها للفران. هانتوما شنو غادي ندير، غنشرحهم شويه باش نخليهم ديك لاصوص تخليهم مزيان. بيان سور راه كديروا لا كونتيتي اللي بغيتيو. صافي غادي نوجد لا سلطه اللي غادي تمشي معاهم. حاجه بالنسبه للسلطه خديت هنا الكينوا اللي هي غنيه على التعريف، وديما كنقول لكم راه فيها بزاف ديال المنافع اللي بيانفي ديالها غزالين بزاف، فيها الحديد فيها الزنك فيها البوتاسيوم فيها بزاف ديال لي فيتامين، حاولوا تدخلوها. سي فري كو هي غاليه شي شويه، ولكن راه نقول لكم راه الا خديتي منها غير 20 درهم راه تدي لك مده طويله في لي سلطه، حيت كديري كونتيتي قليله وفاش كتسلقيها كتعطي زعما كيدوبل هذا لا كونتيتي ديالها. المهم راه فيها لي بيان لي في ديالها زوينين ومشبعه
كتشبع بزاف، يعني الا كنتي باغا تبعي شي ريجيم ولا شي حاجه كتخليك تحسي بالشبع. وانا كتعجبني في لي سالاد ولا بوحديتها مع الربيع والحامض والملحه ولا بزاف كتجي غزاله. المهم اول حاجه غادي ندير، غادي ندير هاد التسلق. وخديت هنايا بصيله قطعتها وقطعت مطيشه. المهم تسلق لي الكينوا ونرجع معاكم. الوغ هانتوما بالنسبه للسلطه اللي غادي نصايب، عندي الخس، عندي البصله ومطيشه وشويه ديال الكورنيشون، عندي اللوبيا الحمراء كناخد هاد لا مارك هادي ديال هارموني كاينه في مرجان وكنقسمها على جوج. لا دوزيام بارتي كنخليها بالماء ديالها وكنديرها في قرعه الدجاج. الا كنتو غتستعملوها لو لوندومان خليوها غير في الثلاجه، الا كنتو غتستعملوها من دابا واحد 5 جوغ 6 جوغ 10 جوغ ديروها في الفريغو راه كتبقى انتاكت. وهنا عندي الكينوا اللي سلقت، شفتوا انا راه عندي هنايا جوج الانواع مخلطين، ديك البيضه وديك القهويه. شفتوا راه درت تقريبا نص كاس، عطاني هاد السلافه هادي كامله، ما غاديش نديرها كامله، غندير منها غير شويه. المهم اول حاجه غادي، المهم هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي تصايب لا سالاد. بالنسبه للسلطه اول حاجه هي الخس، من بعد البصله كنحاول نحلها مزيان. شفتوا راني مخنوقه ميمكنش شحال تخنقت. هذا مطيشة و الكورنيشون، اللوبيا ديالتي فوالا. هادي كيف ما قلت لكم مغنديرش منها الكيلوا، مغنديرش منها بزاف، غندير منها غير شوية، واحد دو كويير، و راه كتبقى في التلاجة مزيان مكيوقع ليها حتى شي حاجة. و درت بيضة تسلق باش نستعملها، غناخد نص حامضه نعصرها. عرفتو كتجي واعره مع لوكو ديال الكينوا واللوبيا، كتجي محيمضه. ديك الساعه نتوما كيبقى لكم الاختيار، ديروا فيها مايونيز كيبان لكم، ديروا فيها مايونيز، ديروا فيها لا موطار، ديروا فيها لا ماريناد، لاصوص اللي بغيتي وتقدروا تستعملوا فيها. غندير عليها رشيشه ديال الابزار افون ما نخلطها، قبل ما نخلطها ندير شيشه ديال البزار، شويه ديال الملحه، اي شويه حيت غندير لاصوص. وانا في السلطه كنستعمل هذه ديال الطاسطا، راه فايت لي بارطاجيها معكم شحال من مره، كتجي زوينه مايونيز بليزا فوالا، كتجي واعره. ودابا غادي نخلطها مزيان هكا، نخلط كلشي. كتجي منعشه، كتجي رائعه، تقدروا ديروا فيها الطون. انا فايت لي مصايبها معكم في انستغرام، خليها لكم، راني مخليها لكم في الريلز، دايره فيها تزداد ديال الدجاج مسلوق، كيجي فيها رائع. دخلوا عندي الانستغرام تلقاوه، في غتلقاوه تحت في صندوق الوصف، راني كنبارطاجي فيه لي غوسيط بحال هكا رابيد فاسيل، كنخليهم لكم سواء في ستوري سواء في لي ريلز. مهم مرحبا بكم. فوالا ها هي صافي، ملي غنحطها هذيك الساعه غادي نشوف باش غادي شنو غنزيد فوق منها. سي بون، دابا هذا الدجاج ديالي على ما صايبت لا سالاد راه غادي يكون صافي شبع ليا بلا صوص مزيان. غادي نفلحو واحد 3 فليحات بحال هكا، تاخذوا كل وحده ديروا فيها هكا ضريبه هكا باش دغيا يطيب. فوالا، وغادي نديرو يتشوى في الفران. كي ما عندهاش فران ديرو في بقيله وتبقى مقابله فوالا. صافي دابا غادي نديرو يتشوى في الفران. ها نتوما سمحوا لي، المهم انا قلت لكم انا مريضه، انا مريضه، صبروا عليا في هذا الفيديو. المهم لا سالاد ديالتي ها هي وجدات، شفتوا في الاخر راني زدت فيها ديك الكينوا كامله وزدت عليها شويه ديال الخل حيت جات قليله صافي وانا نزيدها. المهم درت هنايا البيض ودرت هنايا داك الفرماج. المهم تقدروا ديروا البيض، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا الحوت، تقدروا ديروا الكروفات، صدر ديال الدجاج اللي بغيتي وكيجي معها زوين. المهم انا درت فيها البيض، وهنايا خديت عفتو هذا ديال الطاكوس. المهم سخنته واحد شويه في الفران، وغناخد هاد لاصوص هادي اللي درت فيها الدجاج غادي ندهنها به مزيان باش غادي نحط ابخي فوق منه الدجاج. المهم نتوما غادي تشوفوا شنو غادي ندير له.
ايوا طيبت البطاطا و غادي نحط الدجاج هنا فوالا شفتو كي كتجي اي فوالا هانتوما شفتو داك الدجاج كيفاش كيجي كيجي رائع ورا ما كتجيش فيه ديك الحموضه ديال ديك المطيشه فريمون ما كتجيش مع ديك مع لاصوص صوجا كتجي واعره ودرت هنايا درت بوتيتوس درتها كبيره صافي دابا كتبداي تهزي هذا وديري فوق منه الدجاج ديالك والفريت وكتاكلي ولا سلطه ها هي خلاص نتوما اكيد في لا بريزونطاسيون ما نخافش عليكم بدعوا كيف ما بغيتي وديروا لا كونتيتي اللي بغيتي وانا درت غير هذا الشيء حيت بوغ دو بيرسون بركه العشاء الله يجعل بركه جيسبر يعجبكم لي روسيت عفتو مع تحرك بزاف والليل اون فوا كيبدا يطيح الليل كيبدا يتزير عليا صدري والله الا حسيت بواحد لا فاتيك المهم جيسبر يعجبكم لي روسيت وكيف العاده غادي نقول لكم الا صاوبتوهم ولا جربتوهم في الدار ما تنساوش تبارطاجيوهم معايا في انستغرام سينو غادي نخليكم على امان الله دعوا معايا دعوا معايا نبره ونرجع كما كنت عرفتو غير كيطيح الليل كيجيك واحد الحريق في شكل واحد العيا واحد الرخيه شوفوا راه واخا دايره الفلتر غير باش ما باش لكم الصفره ولكن راني مزنقه طالعه ليا السخانه المهم غادي نخليكم على خير نتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي ان شاء الله نكون بخير ولا لا يخطيكم عليا عليكم باي باي